بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر للعلماء علامة وثبت لهم على الطريق المستقيم أقداما وجعل لهم مقام العلم أعلى مقاما، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، عودا كريم طيب مبارك إلى القرآن الكريم يتلوه علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر المقيم بمحافظة الشرقية، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم. أيها السادة، القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. يزيد في الخلق ما يشاء سيكا
جاعل الملائكة
مثنى وثلاث ورباع. نعم يا سيدي، نعم يا قرآن عليك. يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اخويا صار مغرش يا ملك، انت في عماره العمده وعرس العمده والنادي برضه عند العمد. والله الله يخليك يا دكتور، الله يكرمك. يا رب محمود. الله يبارك لك يا دكتور. لا Ooh.
يا وانشرحت صدورنا فتح الله عليك. الله يا مولانا. لا الله يا ماهر.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
من زين له سوء عمله فرأه حسنا فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور والله
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. بيقول لي كده يا عم رقم واحد بس طول فيه لو صدق مش هشكر ان شاء الله خلاص هتقوم رقم واحد وخد من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات فأحيينا به الأرض بعد ما
نعم يا سيد. نعم يا أستاذ. تعليك تعليك يا سيد. ما والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما يعمر من مقمر ولا ينقص من عمره سيدنا النبي.
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر
سخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك. يا صاحب الملك عليك. والذين تدعون ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
ولا يلملك مثل خبير. يا سيد عليك تنبيه ولاد اللي جاي يا مولانا الله يرضى عليك. يا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا
الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أقبلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكندس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ولا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ولا أقسم بالخنس الجوار
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون شو النبي انت ما شد خلق ام الشباب هنا وعرش كده مسمى المعلم نزيه ليلة فرح ابنه نور وربنا منور الدنيا بفرح ابنه ونازل عليه نور الحاج نزيه وانت قارئ عليك نور ونازل عليك نور والفرح نور والليلة نور الله يا عالم الله يا معلم الله يا عالم العالم الله يا حبيبي يا شيخ وما تنشاء ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل لم يولد ولم يكن له
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا إخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم بمحافظة الشرقية. نحن الآن نتحدث من أمام منزل أولاد المرحوم الحاج
الحاج عزيز الشيخة لحنة نجلة ابنه الأستاذ محمد والحاج نزيه والحاج أحمد والحاج رجب.